اهلا ناصر، حضرتك تتعشى؟ ليه ما عنديش تعشى، انت تو متعشى للبعض. حبي الطاولة بدلت حوايجك باش نخرجوا. لا ولا ما عنديش، برا شوف اختك اخرج معاها انا تاعك. حبيش بيك ماكش عاجبني. تيه على الخير وكوكا. حسيت لو تاخذ المحكي. شو فما؟ قالك شنو؟ اسمع طفي كذا. طفي الضوء. صباح الخير. هاي انت شعام؟ الحمد لله. وحدك في دارك؟ لاشك في دار موجي. جيب عندك شوية اخر؟ ايجا حدين توحشت. حضر لك اللي سنحب اطلع عادها. اوكي بيت؟ هاي بيزوة دوتك. حبي عندي لك خبر يفرح. صباح الخير. عملي برشا مصروف. باش تولي بو. هيا عاد دكتورة بشرني. اجا نحكي معك ناصر. ما نحبكش تنفعل. ليه؟ الحاجة هذي عطاها لك ربي. بالطبيعة. أنت ما تجيبش صغار. إي ما فما حتى حل. فما حتى أنا. بالدوي العربي باللي فما فما حتى حل. عايش خويا نحبك تفهمني. قلت لك ما فما حتى حل. نحبك تما. هاكا ناصر ولد من 9 شهور ولي يلعب معانا ونحوسوا بيه وندلوه ويكبر ويقول عندي بابا وماما محليهم. وهذه حاجة عنا برشا نستنيو فيها.